السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة من قناتكم السعودية، ونبدأها بأهم ما فيها. برئاسة خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء يؤكد حرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. وتحالف دعم الشرعية يعلن إطلاق عملية عسكرية لتحرير اليمن في جميع الجبهات. ومنذ أكثر من عام تسجيل أعلى حصيلة يومية من الإصابات بفيروس كورونا. بمشاركة 100 دولة، إطلاق مؤتمر التعدين الدولي لمناقشة واقع ومستقبل التعدين في المنطقة والعالم هنا في الرياض. أهلا بكم. عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وطلع مجلس الوزراء على فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت خلال الأسبوع مع جملة من دول العالم في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة وجهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين. أوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس استعرض التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا الترحيب من المملكة بمبادرة الحوار السودانية التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة ودعمها لكل ما من شأنه وحدة وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان الشقيقة. تطرق مجلس الوزراء أيضا إلى ما تليه المملكة من حرص على تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبها الشقيق، وما يبذله تحالف دعم الشرعية في اليمن في هذا السياق من جهود لدرء التهديد عن المنطقة وتأمين حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية، مع استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للقانون الدولي والإنساني وكذلك القوانين المتعلقة بالبحار. اطلع بعدها المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء في المجلس، واصدر بشأنها جملة من التقارير. أولاً، الموافقة على تعديل إحدى مواد الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية. ثانيا، الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية مملكة النرويج. ثالثا، الموافقة على انضمام المملكة إلى التحالف العالمي للمحيطات. رابعا، الموافقة على مذكرة تفاهم بين منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة في المملكة لإنشاء أكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والموافقة على الترتيبات التنظيمية لهذه الأكاديمية. خامسا، التباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالإشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في دولة قطر. سادسا، التباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوكرانيا في مجال العلوم والتقنية والابتكار. سابعا، الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة وهيئة المراقبة المالية في أوكرانيا فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة. ثامنا، تعديل جملة من مواد تنظيم وزارة الرياضة، ومن ذلك الترخيص ووضع قواعد لإقامة منشآت ومرافق لممارسة الأنشطة الرياضية وإقامة الفعاليات الرياضية ومراكز ومعاهد التدريب الرياضية. تاسعا، تحويل المركز الوطني للنخيل والتمور التابع لاتحاد الغرف التجارية السعودية إلى مركز يرتبط تنظيميا بوزير البيئة والمياه والزراعة، والموافقة على الترتيبات التنظيمية لهذا المركز. عاشرا، اعتماد الحساب الختامي لجامعة بيشة لعام مالي سابق. 11، الموافقة على تعيين وترقيات للمرتبتين 15 و14 وتعيين على وظيفة سفير على النحو التالي.
تعيين بندر بن خربوش بن هندي الذويبي على وظيفة أمير الفوج السادس بالمرتبة 15 في وزارة الحرس الوطني. تعيين علي بن محمد بن عبد العزيز المسعود على وظيفة سفير في وزارة الخارجية. ترقية سعد بن عبد العزيز بن محمد التميمي إلى وظيفة أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالمرتبة 14 في وزارة الداخلية. ترقية سليمان بن إبراهيم بن عبد العزيز التويجري إلى وظيفة مدير عام الإدارة القانونية بالمرتبة 14 في وزارة الحرس الوطنية. ترقية عبد الرحمن بن سليمان بن حمود الغضبان إلى وظيفة مدير عام تنمية الاستثمارات بالمرتبة 14 في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ترقية المهندس عبد الله بن ناصر بن عبد الله الغازي إلى وظيفة مهندس مستشار تخطيط بالمرتبة 14 في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ترقية محمد بن ناصر بن أحمد الحيدر إلى وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة 14 في وزارة التعليم. واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لهيئة الهلال الأحمر السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العلا، واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. وللحديث أكثر عن موافقة مجلس الوزراء اليوم لإنشاء أكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وكذلك الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهذه الأكاديمية، معنا مدير العلاقات العامة والإعلام في كلية السياحة في جامعة الملك عبد العزيز الأستاذ ثامر الحربي. أهلا بك ثامر. هذا القرار يأتي منسجم مع التطلعات التي تدعو إلى تهيئة جميع السبل لارتقاء بالخدمات السياحية هنا في المملكة، ولكن هذه الأكاديمية عالمية، ما المتوقع منها؟ أهلا وسهلا وتشرف تواجدي معكم. هذه الأكاديمية العالمية متوقع إن شاء الله أن تصنع أثر على مستوى الخبرات المحلية في المملكة العربية السعودية، وكذلك على مستوى الخبرات العالمية في استقطاب الخبرات هذه العالمية اللي موجودة، وكذلك في المساهمة في دور وإبراز دور المملكة في القطاع السياحي دوليا. واسمح لي بعد أستاذي نضيف أن الأكاديمية هذه هي جزء من الاستراتيجية تنمية رأس المال البشري طبقتها وزارة السياحة في عام 2020 في رفع قدرات ومؤهلات العاملين في القطاع السياحي وكذلك الراغبين بالانضمام إلى هذا القطاع. هل هناك من ملامح تخص هذه الأكاديمية، نظامها، ترتيباتها، من الذي سينضم إليها؟ اليوم تمت الموافقة على مذكرة تفاهم مجلس الوزراء برئاسة سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين، وبإذن الله نتطلع مستقبلا إلى توضيح جهود الأكاديمية، ونعرف أن الأكاديمية اليوم تستهدف الطلاب والطالبات اللي موجودين اليوم في داخل المملكة وكذلك خارج المملكة، بالإضافة إلى العاملين في القطاع السياحي. لا زالت هذه الأكاديمية في بداياتها وتعتبر نقلة نوعية على مستوى الأكاديمي والتعليمي في المملكة العربية السعودية، وأعتقد راح يكون لها أثر مباشر في القطاع في رفع جودة الخدمات، توفير يعني جودة المسارات المهنية الموظفين والموظفات في هذا القطاع، وكذلك ثامر على أثر حسب تصريح وزير السياحة أحمد الخطيب، فإن هذه الأكاديمية العالمية للسياحة ستسهم في تطوير صناعة السياحة ليس فقط في المملكة بل حول العالم، يعني أكاديمية حتكون عالمية، فما هي الفرص المتاحة في هذا القطاع بالنسبة في المملكة قطاع السياحة؟ بلا شك يعني دور المملكة كبير جدا على دوليا في القطاع السياحي. الفرص مستقبل راح تكون، اليوم المملكة تعتبر أكبر دولة في العالم مستثمرة في القطاع السياحي، فبالتالي جهود المملكة ليس على مستوى الاستثمار، ليس على مستوى خلق الفرص الاستثمارية، بل اليوم حتى في صناعة والمساهمة في صناعة القدرات البشرية اللي تعمل بالقطاع السياحي. اليوم المملكة تتجه أن تكون يعني نقطة جذب للخبرات في القطاع السياحي، نصنع من هؤلاء الخبرات خبرات أخرى للمستقبل تكون بشكل مستدام، ليس فقط على مستوى المشاريع العملاقة اليوم موجودة في المملكة، بل حتى على مستوى المنطقة وحتى على الإقليم والمستوى الدولي. نعم ثامر الحربي المتحدث باسم بل مدير العلاقات العامة في كلية السياحة في جامعة الملك عبد العزيز، شكرا جزيلا لك. أيها السادة، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتي عزاء ومواساة
لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في وفاة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبد الله آل ثاني رحمه الله. دعين الله يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها على كافة المجالات. وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله وزير الخارجية الجزائرية رمضان العمامرة، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أعلن المتحدث الرسمي لقوات التحالف العميد تركي المالكي عن إطلاق عملية عسكرية في كافة الجبهات لتحرير اليمن تحت مسمى حرية اليمن السعيد خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع محافظ شبوة عوض العولقي. يسعدني أن أعلن عن انطلاق عملية حرية اليمن السعيد والتي انطلقت صباح اليوم في كافة المحاور وفي كافة الجبهات. هذه العملية العسكرية ليست عملية عسكرية بالمصطلح العسكري اللي هو الحرب، ولكن إلى أن تنقل اليمن إلى النماء والازدهار بإذن الله تعالى، ليصبح اليمن في المصفوفة الخليجية في مجال التطور والنماء والازدهار. وأكد المتحدث أن ميليشيا الحوثي الإرهابية هي التي أصرت بعدوانيتها على الخيار العسكري. بإذن الله تعالى ندعو اليمنيين أن يلتفوا حول القيادة السياسية، أن يضعوا الخلافات الجانبية. هذه مرحلة حاسمة في الصراع مع الميليشيا الحوثية. لا شك الميليشيا الحوثية هي جزء من المكون الاجتماعي في اليمن، ولكن هناك طريق للسلام، هناك طريق للبناء، وهناك طريق الحرب. على ما يبدو أن الميليشيا الحوثية اختارت طريق الحرب، وبذلك توحد الجهود من كافة التشكيلات العسكرية وتحت وزارة الدفاع اليمنية وبدعم التحالف، أكيد بيكون هناك تحريك لكافة الجبهات لتطهير الأراضي اليمنية، وهذا إسناد للحكومة اليمنية الشرعية في وحق أصيل الحكومة اليمنية الشرعية في تحرير كافة الأراضي. أضاف أن العمل الإنساني هو النواة الأولى لأي عملية عسكرية يقوم بها التحالف لتحرير المناطق اليمنية. إذا كان هناك أي تحرير لبعض المناطق من قبل قوات التحالف، أول ما نبدأ فيه هو العمل الإنساني. العمل الإنساني جدا مهم. كما ذكرت في البداية، الميليشيات الحوثية نكلت بالمواطنين اليمنيين. هناك الكثير من النازحين في محافظة شبوة قبل تحريرها في كافة المحافظات اليمنية، وبذلك العمل الإنساني هو النواة الأولى لتحرر قيادة القوات المشتركة بالعمل مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وأيضا مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، وايضا مع المنظمات الدوليه من خلال الاوتشا او مكتب الاوتشا في اليمن. من جانبه، اعلن محافظ شبوه عوض العولقي اكتمال تحرير المحافظه من ميليشيا الحوثي الارهابيه. في هذا المقام يجب لي ان اعلن وبكل عز وافتخار عن تحرير كامل تراب محافظه شبوه وكل الميليشيات الحوثيه الانقلابيه المدعومه من ايران. وبأن التحالف العربي شريكا حقيقيا في صناعة هذه الانتصارات. هذا وكانت قوات ألوية العمالقة قد أعلنت تحرير جميع مديريات محافظة شبوة اليمنية بدعم طيران تحالف داعم الشرعية. تأتي أهمية تحرير شبوة لموقعها الاستراتيجي لكونها تقطع كافة خطوط الإمداد عن عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية في مدينة مأرب. شبوة تتحرر من رجس الحوثيين بعد هزيمة الميليشيا التي تتهاوى يوما بعد يوم باستعادة مديرية عين التي حسمت ألوية العمالقة معركة تحريرها، آخر معاقل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا في المحافظة. تقدمات القوات الشرعية أتت بعد انتفاضة القبائل ضد الحوثيين ليستمر ربط المحافظات الثلاث ببعضها البيضاء ومأرب وشبوة، وهو ما يجعل الانتصارات مهمة استراتيجيا. وعلى طول طريق التحرير الذي استغرق 10 أيام،
احتفى سكان مديريات شبوة بتحرير المحافظة الاستراتيجية التي تم تحريرها بمساندة تحالف دعم الشرعية بعشرات الغارات اليومية أدت لتدمير غالبية العربات العسكرية الحوثية وكذلك التعزيزات والثكنات. ورغم هزيمة الحوثي لم تتوقف ميليشيات الحوثي الإرهابية عن ارتكاب المجازر في سكان شبوة، ما عجل بنهاية تواجدها في المحافظة على يد القوات الشرعية. وتكمن أهمية تحرير شبوة الاستراتيجية كونها تقطع كافة خطوط الإمداد على عناصر ميليشيات الحوثي في مدينة مأرب، والتي كانت تخضع لحصار الإنقلابيين الذي انكسر بتطويق ميليشيات الحوثي وجعلها أمام خيار وحيد وهو الاستسلام. من جانب آخر، عقدت قيادة القوات المشتركة لقاء مع الملحقين العسكريين من الدول الشقيقة والصديقة المعتمدة لدى المملكة بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن. عرضت فيه الانتهاكات الحوثية في اليمن والتي كان آخرها القرصنة البحرية على السفينة المدنية الإماراتية روابي، ما يشكله من تهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، فيما قدم كل من مركز الملك سلمان والبرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن نبذة عن الجهود والأعمال الإنسانية التي يقدمانها لمساعدة الأشقاء في الداخل اليمني. معنا في هذه النشرة أيضا، وزارة التعليم تعتمد 3 نماذج تشغيلية لعودة الدراسة الحضورية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال. أيضا معنا هيئة الاتصالات تهيئ كوادر التكنولوجيا الرقمية السعودية بالشراكة مع المؤسسات الدولية. أهلا بكم وإلى أخبار الصحة، حيث أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات 24 الماضية، فقد سجلت 4652 إصابة وقد تعافى 2051 شخصا، فيما بلغت الحالات الحرجة 190 حالة، وإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة رحمهم الله. قاربت أجمالي وأعداد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة 53 مليون جرعة، إذ تجاوز عديد الذين حصلوا على الجرعة المنشطة 4,500,000 جرعة، أما المحصنين بجرعتين فتجاوز 23,387,000، فيما بلغ عديد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من 25,149,000 من سكان المملكة. أما عالميا ومن جانبها، فقد حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من حصيلة إصابات قياسية بفيروس كورونا في قارة أوروبا، وتوقع مدير منطقة أوروبا في المنظمة هانس كلوغا إصابة أكثر من نصف سكان القارة العجوز الأوروبية بالمتحورة أوميكرون، وأوضح أن معهد القياسات الصحية رجح إصابات مرتفعة للغاية خلال الأسابيع 8 القادمة إذا استمرت وتيرة التفشي الحالية على ما هي عليه. اعتمدت وزارة التعليم 3 نماذج تشغيلية لعودة الدراسة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وأوضحت الوزارة بأن هذه النماذج تهدف إلى مراعاة تطبيق الضوابط الصحية والاستفادة من المرافق والمساحات في المدرسة، كما تتضمن النماذج التهيئة النفسية والاجتماعية للطلبة لاستئناف الدراسة حضوريا، وكذلك متابعة الوضع الصحي وتجهيز الفصول بتقنيات البث المتزامن، إضافة استكمال دروس جميع المواد الدراسية في قنوات عين والمواد الإثرائية في بوابة عين. حول هذا الموضوع وهذه النماذج، معنا عبر الهاتف مدير تعليم صبية دكتور حسين خرمي. أهلا بك دكتور حسين، يعني ماذا عن هذه النماذج التشغيلية؟ ما هي الفكرة منها؟ في البداية طبعا أرحب بكم وأرحب أيضا بالسادة المشاهدين، معك طبعا الدكتور حسن خرمي. طبعا فيما يخص النماذج التشغيلية للعودة الآمنة
لمدارس المرحلتين الابتدائية ورياضة الأطفال والتي أقرتها الوزارة وفق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعتمدة من وقاية، هي تأخذ بعين الاعتبار المستويات داخل المدارس وفقا طبعا لمساحات الفصول والقاعات والمعامل، والتي تحقق طبعا التباعد وبما يضمن الإجراءات الاحترازية والسلامة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات. المدارس طبعا صنفت إلى مستويات ثلاثة، هي المستوى المنخفض والمستوى المتوسط وأيضا المستوى العالي، ولكل مستوى من المستويات ستطبق طبعا نماذج خاصة بالعملية التعليمية، سواء كانت بتقسيم الطلاب إلى مجموعتين كما هو موجود في مدارس المستوى المتوسط، وأيضا إلى ثلاث مجموعات بحسب ما هو موجود في مدارس المستوى العالي. وأيضا هناك تأكيد بأنه حوالي 97% من مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال هي تقع ضمن النطاقين المنخفض والمتوسط. وبالمناسبة يعني فضل الله سبحانه وتعالى لدينا تجارب سابقة في هذا الجانب، وخصوصا مع عودة الطلاب والطالبات في مرحلتي المتوسطة والثانوية في الفترة الماضية، وطبقت هذه النماذج التشغيلية وكانت مساعدة بشكل كبير جدا في استمرار العملية التعليمية الحضورية للطلاب والطالبات، وحققنا من خلالها بفضل الله سبحانه وتعالى نجاح جدا كبير بفضل هذه الممارسات المتميزة التي اتبعتها وزارة التعليم واتبعتها إدارة الحمد لله. ولكن دكتور حسن، أنت ذكرت 97%، هل هذا ينطبق على كل المدن السعودية الكبيرة كالرياض العاصمة وغيرها، وأيضا مدن صغيرة ولا ننسى جيزان في هذا الموضوع وصبية تحديدا بما أنك تحدثنا من صبية؟ نعم طبعا الإحصائية هذه موجودة ومجموعة طبعا من الميدان، ووفق طبعا البيانات والمعلومات المتوفرة لدى إدارات التعليم، وأيضا مأخوذة ميدانيا من المدارس. وبالمناسبة حتى في المأخوذة بعين الاعتبار حتى المناطق النائية البعيدة التي تقع في حتى في المناطق الجبلية، والتي قد تكون فيها حتى المساحات وأيضا نماذج التشغيل نماذج منخفضة. وهذه بإذن الله تساعد بإذن الله في عودة آمنة لأبنائنا وبناتنا الطلاب. طيب ما الذي يمكنك إيضاحه بخصوص ضمان العودة الآمنة للطلاب بعد هذه النماذج للطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؟ يعني هناك تساؤل، ما الذي يمكن أن يضمن سلامة هؤلاء الأطفال خصوصا في بعض حالات التفشي بين مدرسة وأخرى؟ نعم طبعا هناك في بروتوكولات وإجراءات مأخوذة بعين الاعتبار، وترى بالمناسبة قرار العودة للطلبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال كلنا نعرف بأنها مطلب أسري وأيضا تربوي، وخصوصا بعد الانقطاع اللي دام لمدة عامين. وبالمناسبة ما دام هناك تجربة ناجحة أخذناها في الفترة الماضية، لا نخشى بإذن الله من هذه التجربة التي ستكون ناجحة بكل المقاييس. وزارة التعليم بفضل الله ثم دعم حكومة هذه البلاد عزها الله وفرت كل الإمكانات التي تضمن التطبيق السليم، تطبيق أيضا وفق إجراءات وبروتوكولات متميزة. نعم دكتور حسن خرمي، كنت معنا من صبية، شكرا جزيلا لك. وتزامنا مع انعقاد مؤتمر التعدين الدولي، افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية بند الخريف الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية والاجتماع الوزاري للدول المشاركة في مؤتمر التعدين الدولي الثاني الذي تستضيف الرياض بل الأول. ودعا الاجتماع إلى استثمار العديد من الفرص الكبيرة في الدول العربية لتطوير قطاع التعدين بشكل تكاملي للتوسع في الاستكشاف وتوفير البنية التحتية وإيجاد الممكنات المالية كالاستثمار وتمويل المشاريع وبناء القدرات البشرية الوطنية بما يضمن استدامة القطاع وقدرته على المنافسة عالمياً. أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أكاديمية التنظيمات الرقمية التي تعمل على تأهيل الكوادر الوطنية لدى الجهات التنظيمية والقطاع الخاص الرقمي بالشراكة مع مؤسسات دولية. نتابع هذا التقرير. بهدف تطوير وتمكين الكوادر الوطنية في مجال التنظيمات الرقمية،
للارتقاء بخدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ولتعزيز الموائمة والتكامل بين منظمي القطاعات ذات الصلة وبناء توازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بالشراكة مع مؤسسات دولية للوصول إلى أعلى تصنيف للنضج الرقمي عالمياً. أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أكاديمية التنظيمات الرقمية التي ستعمل على تأهيل الكوادر الوطنية لدى الجهات التنظيمية والقطاع الخاص الرقمي بالشراكة مع مؤسسات دولية، وذلك ضمن أدوارها الاستراتيجية كمنظم رقمي يتبوأ أعلى تصنيف للنضج الرقمي عالمياً. وتستهدف الهيئة من خلال إنشاء الأكاديمية تحقيق التميز والنضج التنظيمي وتوسيع التحول إلى الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى سد الفجوة بين البيئة التنظيمية والتطور الرقمي ومواكبة أحدث التطورات في المجال من خلال تأهيل الكوادر البشرية، وذلك يأتي تحقيقا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030. أعلن البنك المركزي السعودي عن تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة التحديث في منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وبين البنك المركزي أن هذا التحديث تضمن إعادة تعريف المستفيد ليشمل جميع المنشآت التجارية المسجلة في المملكة التي تسعى إلى الحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين، إضافة إلى تحديد سقف التمويلات عبر منصة التمويل الجماعي بالدين لشركات التمويل الجماعي بالدين أيضا بناء على معيار رأس المال. في ختام هذه النشرة إليكم أهم ما جاء فيها. برئاسة خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء يؤكد حرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق. وتحالف دعم الشرعية يعلن إطلاق عملية عسكرية لتحرير اليمن في جميع الجبهات. منذ أكثر من عام تسجيل أعلى حصيلة يومية اليوم من الإصابات بفيروس كورونا. وبمشاركة 100 دولة إطلاق مؤتمر التعدين الدولي لمناقشة الواقع والمستقبل في التعدين في المنطقة والعالم في العاصمة الرياض. إليكم كل الشكر وابقوا في سلام وأمان ووئام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.